ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي سلام، شوفوا شنو وقع الحافلة فيها الركاب. نجحت عناصر الوقاية المدنية مدعومة بعناصر السلطة المحلية والدركي الملكي زوال أمس الأحد 16 يوليو الجاري من إخماد النيران التي اندلعت بإحدى حافلات النقل الحضاري على مستوى حي الآفاق بجامعة سعادة المحادية لمدينة مراكش. مصادر محلية مطلعة أرجعت أسباب الحريق إلى الوضعية المتردية للطريق المذكورة، ما تسبب حسبها دائما في انفجار إحدى إطارات الحافلة وتطاير شرارات نارية بسبب ارتفاع درجة الحرارة كذلك، ما تسبب في اندلاع ألسنة النيران. وتضيف المصادر أنه لحسن الحظ لم يتم تسجيل خسائر بشرية بعد تمكن كل الركاب من مغادرة الحافلة في الوقت المناسب. شوف شرات رفع العافية. شوف 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 شوف